تعملي منها كذا وحدة، يعني ممكن تعملي منها الوحدة دي. تمام اهو، يلا يبقى لفيت كام لفة. يا مرحب يا احلى ورد، يلا حبايب. ها الوردة القمرة دي مش هشتغلها تاني، دي اخر مرة هشتغلها فيها. تاني هقولها لكم تاني. انا هعمل ايه؟ بصي بقى، على صباعي الصغير هلف لفة، اتنين تلاتة اربعة، هاجي اطلع بس خضة كده بالراحة عشان حابس على صباعي. عايزة تعملي على اي صباع تاني براحتك، بس انا هنا عايزاها صغيرة شوية. وهاجي هسحب الخيط من تحت الخد دي كلها واحبسها. شفتوا الحبسة دي؟ شايفين الحبسة الحركة دي؟ حبستها. طيب وبعدين هبتدي اعمل غرز حشو، غرز حشو جنب بعضها اهو، غرز حشو لا عدد، لا ملهاش عدد، ملهاش عدد، غرز حشو بلا عدد اهو، على حسب ما تقدري. غرز حشو اهو، غرز حشو، غرز حشو، حشو على قد ما تقدري اهو جنب بعض يا حلوين. شكرا يا قلب دودو احلى مشمشه. غرز حشو، غرز حشو. يلا يا جماعه انا بشتغل الوحده القمر دي. حشو، 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 حشو. طيب انا كده جيت لغرز الحشو اللي انا كنت عاملاها الطبقه الاولانيه، هشتغل فوقها كمان ايه؟ حشو اهو. يلا ها، حشو فوق الحشو، حشو اهو، حشو فوق الحشو، حشو فوق الحشو، حشو فوق الحشو، ايه حشو يا حلوين، فوق الحشو، حشو اهو بلا عدد. حبيبة قلبي يا احلى عراق، منوراني من بلد التاني حبيبتي، تعيشي يا قلب دودو. فوق الحشو، حشو فوق الحشو، ايه حشو. بصوا ها، هقعد اشتغل بقى كده فوق بعض، فوق بعض وبلا عدد براحتك، بس اهم حاجه خلي غرزك جنب بعضها ومرتبه شكلها حلو، عشان اما نقلبها يبقى شكلها ايه حلو، واديها راحتها، يعني ما تقفليش ايدك على الايه على الحشو. يلا حبايب بصوا، دي هتبقى البدايه بتاعتها. يلا ها، فوق الحشو، حشو. شكرا يا زوزو. فوق الحشو، حشو فوق الحشو، حشو فوق الحشو، حشو. وعليكم السلام حبيبتي. فوق الحشو، حشو 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 فوق الحشو. واقعد اشتغل كده لغايه ما احس انها ايه ملت، او براحتك يعني، عايزه تضيقيها ضيقيها، تمليها خيوط امليها. انا كده هستكفى بها كده. حبيبه قلب دودو يا احلى اموله، وانا كمان اشتقت لك يا قلب دودو حبيبتي، منوريني يا حبايبي، منوريني اهو. مساء الفل عليكي يا شموسة اهو. خلاص يبقى فوق الحشو ايه؟ حشو. هستكفى كده، كفاية كده. طيب هاجي عند اول واحدة، تعيش يا احلى عراق تعيش. هاجي عند اول واحدة وهاجي هعمل ايه؟ منزلقة، سلسلة ارتفاع، هلف الشغل. بصي بقى الجمال والروعة، شايفة؟ مين بتشتغل معايا غير زينب؟ ها مين قمر بتشتغل؟ طيب وبعدين هاجي على كل غرزة من اللي انت شايفاها دي واشتغلي بس ايه غرزة حشو عادية، عادية حشو عادية اهي، على كل غرزة هتقابلني سلسلة قدامها اهي بشتغل فيها بس ايه غرزة حشو، غرزة حشو.
يلا الله عليكي يا ماهي، قشطة عليكي يا ميشا، انت بتشتغلي شاطرة شاطرة يا رانيا، الله عليكم. ده ودخلتي؟ طيب يلا ماشي يا رانيا، برافو عليك. طيب اللي لسه داخل يا جماعة، انا عملت على صباعي 5 لفات او 4 براحتك، ابتديت اشتغل عليهم حشو طبقة 2 3 4 لغاية ما مليتها، وبعدين ابتديت اشتغل اهو يلا حشو على كل غرزة هتقابلني، وحرفيا هقعد اعيد في الغرزة اللي انا هشتغلها دي كتير اهو، على كل غرزة حشو قابلتني شايفين، غرزة حشو غرزة حشو غرزة حشو غرزة حشو حشو حشو، على كل غرزة قابلتني بشتغل ايه يا حبايب، غرزة حشو. نوراني احلى زهراء، على كل غرزة حشو، على كل غرزة قابلتني بشتغل، ابصوا اهي. طيب هاجي اعمل ايه عند اول غرزة هتقابلني، وهاجي هقفل منزلقة عند البداية، عند البداية وهاجي هقفل منزلقة. طيب انا دلوقتي لو اشتغلت بيها بحشو عكسي عملت حتة البسكوتة دي خلاص، بس انا مش هعمل حشو عكسي لان عايزة اشتغل الغرز دي. طيب دي عبارة عن ايه يا جماعة؟ زي وحدتين مركبتين فوق بعض، حاجة كده وهم، حرفيا وهم. طيب يلا بقى نفوق بقى كده ونشوف هنعمل ايه. مساء الفل عليكي يا احلى فرح يا قلب دودو، نورتيني يا روحي، نورتيني ونورتيني باحلى تعليقات منك، نوراني يا حبيبتي ان شاء الله دايما يا رب. يلا يا فروح، انا عملت كام لفة على صباعي واشتغلت عليهم حشو وكذا طبقة من الحشو، وبعدين اشتغلت غرز حشو على ايه، على اطراف الوحدة دي. تمام هبتدي بقى اعمل حاجة جديدة، هعمل سلسلة 2 3. بصي لي بقى، في نفس المكان اللي انا طالعة منه السلاسل هعمل 4 اعمدة، 4 اعمدة جدا 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 يا شمس، وتستاهل ان انت تشتغليها، وانا اخر مرة هشتغلها. يلا هعمل عمود بلفة، بصي بقى زينب، عمود بلفة في نفس المكان، عمود بلفة كده، 2 عمود بلفة، 3 عمود بلفة، 4 عمود بلفة، خلاص كده تمام. بصي لي، هترفعي الإبرة من الخيط، هاجي عند أول غرزة، أنا عندي أول غرزة إيه؟ تالت سلسلة أهي أهي، 1 2 3 أهي، هاجي هدخل منين؟ من قدام، وهسحب الخيط من ورا، بصي هشده بقى عشان أعرف أسحب أهو، وأحبسها وديها ايه، يلا سلسلية زي بعض، هي جعانة فدت لها ايه، سلسلية يلا. وبعدين هسيب واحدة من تحت، لا هشتغل في اول غرزة حشو هتقابلني من اللي تحت، انا مش هسيب ولا واحدة اهي، كله جنب بعضه اهي، انا مش شايفة، فانا شايفة اهي، ارحبي يا ام فيصل. فهعمل اهو تاني عمود في نفس المكان، عمود كده، تاني عمود، تاني عمود يا حلوين، تالت عمود يا حلوين، 4 أعمدة، 5 أعمدة في نفس المكان، وبعدين هاجي هرفع الخيط كده بالراحة من الإبرة، وهاجي من ورا، تعيشوا وتشاركوا اللايف جميعا. بصوا من قدام، شايفين يا جماعة الإبرة عملت ايه؟ من قدام عملت ايه؟ شكرا يا أبو وحيد، تعيشوا وتشاركوا اللايف. من قدام يا حبايب عملت ايه؟ هاجي هسحب الخيط من ورا بالراحة كده، بالراحة اهو، واقفلها واديها ايه؟ سلسلاية. طب وبعدين؟ ها؟ تعيشي يا أحلى أم فيصل، تعيشي وتعيشي وتشجعيني. يلا على غرزة الحشو اللي بعدها اهي، على طول
على طول، انا مش هسيب ولا واحدة، اركز بس اهي اهي. هدخل وهعمل ايه يا جماعة؟ ها، 5 أعمدة بلفة. يلا عشان هسألكم، عمود بلفة، تاني عمود بلفة. تعيشي يا قلب دودو، تعيشي تعيشي يا حبيبتي، تعيشي. تلاتة، تعيشي يا أمولة. رابع عمود بلفة، تعيشي يا نرمي في نفس المكان. خامس عمود بلفة. وبعدين يا حبايب هعمل ايه؟ هنرفع الإبرة، مقاس كام؟ 2.5 يا قلب دودو. هرفع يا جماعة الخيط من على الإبرة، وهاجي بصوا كده بقى من قدام، من قدام اهو، من قدام. شايفين عند اول عمود؟ شايفين اول عمود؟ شايفين اول عمود؟ من قدام اهو، ادخل واعمل ايه؟ بالراحة كده اسحب. الحمد لله يا روحي، في حمد الله في نعم. اتسحب واسحب الخيط، احبسها واديها ايه؟ سلسلاية. يلا علي بعدها. حد مش فاهمها يا جماعة؟ حد مش فاهمها؟ في واحدة بس مش فاهمة انا عملت ايه؟ ها؟ بس تكوني بتشتغلي معايا، بتكوني بتشتغل. تعيشي يا قلب دودو، احلى بسمة. لو بتشتغلي معايا مش فاهمة قوليلي. 1 في نفس المكان، تاني عمود في نفس المكان، 3 4 5 عمود بلفة. في حد مش فاهم انا بشتغل ازاي؟ ها؟ تعيشي احلى ام فيصل، تعيشي تعيشي يا فرح. الحمد لله، تمام الحمد لله. لو واحدة بس مش فاهمة اعيد من الاول، لو واحدة بس مش فاهمة، ها؟ بس تكوني بتشتغلي معايا. طيب وبعدين؟ فاهمها يا زينب؟ كلكم فاهمينها؟ هرجع يا جماعة ارتفع كده، بصي بالراحة كده. شلت ايه؟ الإبرة. تعاليلي من قدام، من قدام، من عند أول عمود كده هيقابلك. تعيشي يا قلب دودو يا أحلى منى، إن شاء الله يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا رانيا. ماشي قشطة عليكي. بصوا من عند أول عمود، شايفين بدخل الإبرة إزاي؟ وهاجي بالراحة بالراحة، بصوا هسحب خيط. طيب ماشي قشطة، فاهماها يعني. هسحب خيط بصي من ورا أهو، وبعدين احبسها يا جماعة، احبسها عشان ما تهربش مني. اي خط عندك تشتغل بيبي، باي خط يا حبيبي، اي خط يا ضي القمر. وعليكم السلام يا حبيبة قلبي. وبعدين اديها ايه؟ سلسلية. يلا من نفسها. وبعدين شكرا يا مشمشتي. هاجي على الغرزة اللي بعدها وهشتغل ايه؟ 5 أعمدة بلف. يلا عمود، ها، في نفس المكان، 2 3 3 4 5 أعمدة بلف. 5 عمود بلفة في نفس المكان. استنوا بس، 5 أعمدة بلفة في نفس إيه؟ المكان أهو. وبالراحة أرفع الخيط وأسحب الإبرة، آجي عند أول عمود بلفة اهو اهو، تحت الحلقتين كده من قدام. استنوا ركز كده، عند اول عمود اهو، شايفين بوش الايه؟ الابره من قدام يا جماعه، من قدام. ونسحب لورا. تعيشي يا قلب دودو، تعيشي يا عراق، تعيشي. واسحب لورا وديها سلسلية. استنوا، انا حبستها. اديها سلسلية، تمام. وبعدين، ها، وبعدين بعد ما ادينا لها سلسلية، ها، هنيجي لتحت عند غرزة الحشو، عند غرزة على الجوانتي، الكفوف دي، على اي حاجة انت عايزة. يلا حبايبي، ها، يلا تكبساتكم الحلوة وتشجيعكم لي. هاجي هنا عند اول غرزة هتقابلني، عند غرزة الحشو. انا كده بشتغل على كل غرزة حشو. هشتغل ايه يا حبايب؟ 5 أعمدة عمود في نفس المكان، 2 3
أربعة خمس أعمدة وارفع الخيط هاجي هنا عند أول عمود وهاجي من قدام هدخل الإبرة. بص الإبرة هتعمل إيه؟ هتسحب الخيط لورا. استنوا هتسحب الخيط لورا وهحبسها واديها ايه؟ سلسلايه. تمام؟ يلا ها اللي تحت شفتي احنا بنشتغل كتير ازاي؟ يلا هعمل ايه؟ خمس اعمده يلا يا حلوين. عمود اتنين، في حد مش فاهمها لسه يا جماعه؟ اتنين تلاته تلات اعمده، في حد مش فاهمها؟ اربع اعمده، خمس أعمدة في نفس المكان. هرفع الإبرة من الخيط هاجي عند أول عمود بلفة، شايفة سن الإبرة داخل إزاي؟ وهيجي بالراحة بالراحة يجي يسحب الخيط. في حد مش فاهمها؟ بصوا أهو هحبسها أديها إيه؟ سلسلاية. يلا في حد مش فاهمها يا حبايبي؟ طيب اللي لسه داخل عملت البداية ده ازاي؟ لفيت كام لفة؟ وعليكم السلام يا احلى تالة. لفيت كام لفة على صباعي، وبعدين ابتديت اشتغل على اللفف دي غرز حشو، وبعدين طبقة اتنين تلاتة اربعة خمس طبقات من غرز الحشو. تعيش يا قلب دود وتعيش يا ضي قمر. وبعدين ابتديت اشتغل على كل غرزة غرزة حشو من تحت، وبدأ الوقت اشتغل بقى الغرزة اللي انت شايفاها دي. تمام؟ سهلة كده الدنيا اهي. يلا اللي لسه داخل ابدأي اشتغلي معايا. تعيشي احلى شمس. وعليكم السلام يا دودو. اتنين تلاتة اعمدة اربعة اعمدة خمس أعمدة، وبعدين هشيل الخيط كده، هرتفع كده بالخيط، هاجي عند أول عمود يا حبايب من قدام أهو، وهاجي هسحب الخيط بالراحة بالراحة وهحبسها واديها إيه؟ سلسلة. يلا احنا بنعيدها بدل المرة مية. يلا ها عمود في نفس المكان اتنين. تعيشي يا قلب دود وتعيشي يا كي اتش حبيبتي، نورتيني وشرفتيني يا روحي، نورتيني وشرفتيني يا روحي. ها اتنين تلاتة أربعة. ممكن طبعا تنفع وتعملي بيها زي ما انت عايزة، طبعا طبعا تنفع. خمسة، بس احنا هنا عشان بنشتغلها كروشيه ايرلندي. هرفع الابرة هاجي على اول غرزة اهو، تعيش يا كي اتش يا امرة، وهاجي هسحب الخيط بصوا من ورا واحبسها واديها ايه؟ سلسلاي. اوعي تنسي ايه ان انتي بتعملي فيها ايه. ها يلا، وبعدين عمود اللي بعدها عمود اتنين. احنا اهم حاجة نخرج من اللايف ده حافظين الوحدة دي بتشتغل ازاي. تلاتة. ما فهمتيش البداية؟ ما انا بقولك البداية ان انا بلف كام لفة على ايدي واشتغل غرز حشو فوق بعض، حشو 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 فوق بعض، وهاجي على الطروف اشتغل غرز حشو، وبعدين اشتغل دي. تمام؟ لا 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 مش هتزيد، هتشوفي معايا ولا هتزيد ولا هتورور. ما انت شايفه اهو انا لا بتزيد ولا بتورور لانك انت مش موسعه غرزك. تعيشي حبايبي تعيش، تعيشي احلى نوره. واحد اتنين تلاته اربعه خمسه. برفع الابره من على الخيط واجي عند اول عمود واسحب خيط من ورا
واحبسها واديها ايه سلسلايه. يلا ايه اللي بعدها؟ على الحشو هشتغل عمود اتنين، في لسه حد مش فاهمه، تلاتة أربعة خمسة، ارفعي الإبرة بالخيط، تعالي عند أول عمود، لا 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 مش دايرة سحرية، لف يا حبيبتي. بصي حبيبتي بصي بعمل ايه، بصي بلف خيط 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 كده على صباعي، وباجي اسحب. بصي معلش يا جماعة نفهم، تعيش يا كيتش يا قمر، اسحب كده اهو، وابتدي اشتغل غرز حشو. بصي اهو اشتغل غرز حشو على ايه، مجموعة الخيوط اللي انا اشتغلتها دي، فهماني؟ وعودي بقى اشتغل حشو 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 كتير فوقي، تعملي طبقات. يلا ها هاجي هنا من ورا، هسحبها واحبسها واديها ايه سلسلية. يلا غرزة الحشو اللي بعدها، وزي ما انت شايفة لا ورورت ولا عملت حاجة اهي، واحد اتنين يا وتر اهلا اهلا، اتنين ارحبي يا وتر، تلاتة تعيشي يا احلى وتر يا قمر، تعيشي يا قلبي، ايه الجمال ده، ايه الكلمة الحلوة دي، اربعة انت اللي قمر والله، ما هو القمر ما يقولش حاجة غير كلام حلو، ايه زيه تعيشي، فهمتي؟ قشط عليك قشط عليك يا قلبي. طيب يلا يا جماعة احنا بنشتغل ايه، الوحدة راحت مننا فين؟ اه الوحدة القمر دي. يلا حلوين، هاجي عند البداية اهو، وهاجي من ورا من ورا اهي، روحي من ورا اهي من ورا اهي، شايفة؟ لو انت اللي بشتغل فيها اهي من ورا اهي، شايفين يا جماعة؟ من ورا اهي، وهاجي كده واقفلها واديها ايه سلسلاية، ادنا لها ايه سلسلاية. يلا ها قربنا نخلص اهو، الوحدة دي بتاخد كمية شغل وخيوط حلو. يلا ها عمود اتنين يا حلوين، اي نوع خيط يا جماعة، باي نوع خيط، بديفة بصوف بمهير، باي نوع خيط بفوريفر، اي نوع خيط عندك بتتعمل بيه، الايرلندي باي نوع خيط، بالعكس كل ما رفعت الخيط كل ما اداك النتيجة تحفة، كل ما ترفع الخيط. انا هنا لاني بشتغل جاكيت ليا فانا بشتغله بخيط ايه صوف، لكن انت كل ما ترفعي كل ما يديكي نتيجة احلى. تعيشي ياكي اتشي يا قمرة، زي ما انتوا شايفين الحاجات الحلوة دي حلوين، تمام؟ ده خيط رفيع، كل ما رفعت الخيط كل ما اداكي النتيجة احلى واحلى. يلا يا حلوين، وبعدين ها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، بسحب الخيط يا حلوين كده بالراحة، وهاجي من قدام من عند اول عمود كده، وهاجي لورا واسحب الايه الخيط، واديلها ايه احبسها، واديها سلسلاية احبسها ليه عشان ما تهربش مني. وبعدين هاجي هنا عند غرزة الحشو وهعمل ايه عمود اتنين تلاتة أربعة خمس أعمدة يا حلوين. طيب جاكيت قصير، أنا مثلا داخلة في 8 شلات، تمام؟ داخلة في 8 شلات، وهاجي من قدام هسحب خيط وأحبسها وأديها إيه سلسلية. وعليكم السلام يا ست كروشيه تقوى، وهاجي هنا يلا يا جماعة ها عمود على الحشو اللي بعدها على طول، اتنين تلاتة أربعة خمسة، ها
هنرفع الخيط ونيجي من قدام من عند اول عمود اهو. بص الابرة داخلة ازاي حلو، شفتي يا تقوى؟ معلش تعيشي احلى شمس. وهاجي اسحب ايه بقى، اسحب ايه الخيط من ورا، احبسها اديها سلسلية. يلا ها على اللي بعدها، يلا هعمل عمود اتنين تلاتة أربعة خمس أعمدة، وبعدين هرفع خيط هاجي من قدام من عند أول عمود أهو، وهاجي هسحب الخيط لورا أشده بس كده عليه، اسحب الخيط كده اهو. خلصتي؟ ماشي يا ست زوزو، ماشي يا عم، احبسها وده ماشي ماشي. وهاجي هنا تاني يا جماعة تاني، ها هعمل عمود اتنين تلاتة، تكبيساتك بقى يا زينب بدام خلصتي، اربعة. طب التكبيسات دي بتعمل ايه يا جماعة؟ انا فهمت بقى بتعمل ايه، غير انها بتفتح الاكسبلور بتديكي افضل يعني لو وصلت لعشرة تلاف هبقى افضل ستين مثلا حد في الساعة، كل ما بعلى في التكبيسات كل ما بيقول انا افضل، فاهمين ازاي؟ يقوم فتح الاكسبلور. خلصتي؟ ماشي يلا تكبيستك الحلوة، يلا اللي خلص الله عليك يا رانيا، الله عليكم تكبيساتكم الحلوة، يلا اعملي اعملوا لايكاتكم يلا ها تمام يلا ها. حلو ان انا اخلص متأخر عنكم عشان انتوا ايه تكبيساتكم الحلوة ترفع اللايف. يلا واحد اتنين تلاتة، فوق العشر تلاف بيبتدي يفتح الاكسبلور، تلاتة اربعة خمسة، بسحب وباجي عند اول عمود اهو، وباجي اسحب الخيط من ورا واحبسها واديها ايه سلسلايه. شكرا يا احلى ضي القمر. يلا اخر واحده اهي، اخر واحده يا جماعه، هعمل عمود اتنين تلاته أربعة خمسة، هرفع الخيط هاجي عند أول عمود، وهاجي هسحب واحبسها واديها ايه سلسلية. انا خلصت زيكم بالظبط، هاجي هنا واحد اتنين عند تالت سلسلة اهي، عند تالت سلسلة هاجي هعمل غرزة منزلقة، استنى واحد اتنين التالتة اهي منزلقة. طب وبعدين؟ وبعدين هاجي هنا انا عايزة ادخل النص، فهاجي هنا عند النص عند اول السلسلة دي هاجي هسحب وهعمل كمان ايه غرزة منزلقة. طب بصوا بقى حلوين، انت كده عملتي وحدة في منتهى الروعة، ايه رأيكم؟ انت كده تمام وقشطة، عايزه تقص الخيط وتقولي دي كده واحده حلوه قوي، تمام، عايزه تقولي ان كده ورده واحده حلوه قوي، عايزه تزودي هنزود، ايه رايكم فيها كده؟ ها كده ولا كده، دي ولا دي، ها نهين الكامله ولا المش كامله، ايه رايكم نهين الاحلى؟ انا كده كده هشتغل دي ما عنديش مشكله، بس نهين الاحلى اما نكملها احلى، ها كامله احلى ولا النص، كامله ولا النص؟ حبيبه قلبي يا فرح تعيشي تعيشي يا قلبي دودو، والله ما تحرمش منك ولا من وجودك عندي يا قلبي، والله منوراني، ها ايه رايكم؟ احنا كده كده هنكمل، بس ايه رايكم اما كملت بقت احلى؟ هكمل هكمل يا حبيبتي هكمل، بس انا بقول لكم الفكره
الصغيرة، الله عليكم، شفتم الصغيرة، بس صغيرة في منتهى الروعة. احنا كده كده هنكمل. تعيشي يا روحي، ربنا يخليكي، تعيشي يا حبيبتي، احلى صدفة جمعتني بيكي، تعيشي يا قلب دودو الكاملة احلى. والله بصوا، لولا اختلاف الآراء بقى لبارت السلع. طبعا هكمل، تعيشوا حبايبي. زي ما تحبوا، حاضر، طبعا طبعا هكمل يا حبايبي. انا بس باخد رأيكم، انها يعني لما كانت صغيرة حلوة، ولما هنكبرها هتبقى كمان ايه، احلى. خلاص، ما انتوا احرار بقى، عايزه تخليها صغيره صغريها، عايزه تكبريها كبرها براحتك. خلاص، انا اديتكم ايه، والله عرفتي بقى انها كتير ازاي، عرفتي انها كتير ازاي، كتير. تعيشي يا قلبي، تعيشي يا حبيبتي، تعيشي يا كي اتش يا قمره، تعيشي. بتاخد شغل كتير يا جماعه، وبتاخد خطوط كتيره، عشان كده انا ما عملتش منها غير كام واحده بس. طيب يلا حلوين، هنعمل ايه بقى؟ يلا تعيشي يا احلى زوزو. فهمتها كده حبيبتي؟ فهمتها كده؟ الله يخليكي يا روح قلب دود، يا احلى فرح يا حبيبتي. تعيشي واشوفكم دايما معايا يا حبايبي، ربنا ما يحرمني منكم ولا من وجودكم. احلى ميشا واحلى زينب، كلكم حبايب قلبي. يلا هنطلع سلسله، 2 3 يلا يا حلوين. هاجي في نفس المكان، مساء الفل يا قلب دودو، وهاجي هعمل عمود بلف. خلاص، يلا بصي لي بقى، انا ماليش علاقه بالسلاسل، انا هاجي عند العمود هاخد لفه، وهاجي هنزل تحت العمود وهسحب خيط على الابره واقول 1. هسحب خيط على الإبرة وانزل تحت العمود وأقول 2. تعيشي أحلى شمس. هسحب خيط على الإبرة وهنزل تحت العمود وهقول إيه، 3. والله براحتكم، اللي عايزها نص ونص، اللي عايزها أنا اديتكم الفكرتين. هدخل هاخد خيط على الإبرة وهنزل تحت وأقول 4، خيط وانزل تحت وأقول 5. ما أنا هعلمكم الاتنين. أسماء من الجزائر، يا أهلا يا أهلا حبيبة قلبي أم أسماء، والله انتوا عندكم الاوبشنين، عايزه تعمليها صغيره قص الخيط وخلاص، انت عندك صغيرة. عايزه تعملي الخيط يتقطع، لا ما بيتقطعش، انا قطعت الخيط يا ماهي، انا ما قطعتش حاجه، ده انا وصلت للنص وبشتغل، انا ما قطعتش حاجه، انا قصيت حاجه، انا شغاله زيك اهو، اهو تمام اهو. وباجي من النص كده، من ما انا طلعت وهاجي هسحب خيط بقى معايا ايه، على الإبرة من عند القاعدة، وهاجي بصوا بقى، بصوا الحركة الحلوة دي، هعمل ايه، مفيش حاجة بتتقطع، مفيش خيط بيتقطع، مفيش حاجة بتتقطع. باجي اسحب منهم، بصوا بالراحة ازاي، بصوا 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 انا ماسكة خيط ازاي يا جماعة، بصوا اهو طلعت، بصوا بسحب ازاي، وهاجي احبسها كمان مرة، وديها سلسلاية. يلا تاني، هاجي ما بين البتلتين دول، وهاجي هنزل بقى هنا هعمل ايه، عمود. انا هنا طلعت 3 سلاسل بس ارتفع، هاجي عملت عمود. يلا على العمود باخد لفة على الابرة وانزل تحت العمود واسحب واقول 1 2 3. طلعت 3 سلاسل يا ضي القمر، طلعت 3 سلاسل ارتفاع. وزي ما انا النت ضعيف، انا بحسب عندنا، تمام. طيب طلعت بس 3 سلاسل وبعمل عمود، عملت عمود. بصي انا طلعت في اول حاجة 3 سلاسل وبعدين عملت عمود، اعتبر ان هو ده العمود. خلاص، وبعدين هعمل ايه، هاخد لفة على الابرة وانزل تحت العمود وهقول 1 2 3 3. أربعة.
خمسة. خمسة تمام. وهاجي من مكان ما أنا طالعة العمود وهسحب معايا خيط، وهاجي هسحب منهم كلهم واحبسها واديها ايه؟ سلسلية. بصوا يا جماعة تاني، بس دي مش عجباني، شكلها مش حلو. بصوا هاجي هنا وهسحب وهعمل عمود بلفة تمام، وعلى العمود هعمل لفة، اخد لفة على الابرة وانزل تحت العمود وهقول اتنين، لفة على الابرة وهنزل وهقول تلاتة، لفة وهقول اربعة، لفة وهقول ايه؟ خمسة. واجي من مكان ما طلعت هسحب وتبقى معايا على الابرة، هسحب منهم كلهم واحبسها واديها سلسلة. فاهمينها كده يا حبايبي؟ انا هشتغل تاني بس لغاية كده. في حاجة واقفة معاكم؟ في حد حاجة واقفة معاكم؟ في حاجة واقفة معاكم؟ لغاية كده تمام نكمل. لغاية كده تمام نكمل. هاجي هنا وهعمل عمود بلفة، وهاجي من تحت وهقول واحد اتنين، في حد مش فاهم؟ تلاتة، تحت العمود وهقول اربعة، خمسة. حبيبتي حبيبتي فاهمين؟ طب قشطة قشطة، فاهمة يا ماهي صح؟ وهاجي من تحت هسحب الخيط اهو وعدي تمام ماشي. اتنين ونص يا قلبي، حاضر. وهسحب منهم كلهم واحبسها واديها السلسلة. بصوا من تحت يا جماعة، انا نسيت اقول لكم ان انا لا عندي ورورة ولا عندي كشكشة ولا عندي اي مشكلة خالص. شايفين اهي؟ شايفين كأنها وردة عباد شمس روعة. يلا ها، هاجي هنا ما بين الاتنين حبيبتي يا ماهي وهقول استنى عمود، وهاخد لفة وانزل تحت وقول واحد، لفة وهقول اتنين، لفة تلاتة، لفة اربعة، لفة خمسة. هاجي من مكان ما طلعت وهسحب واحدة وعدي منهم كلهم واحبسها ديها سلسلة. طيب انا هنا عملت خمسة، انت بامكانك تعمليها ستة، بامكانك تعمليها تمانية، براحتك، بس اهم حاجة التزمي كلهم نفس المقاس. ليه؟ عشان ما تطلعش مساء الفل عليكي يا قلب دودو، عشان ما تطلعش واحدة تخينة وواحدة رفيعة، بس كده تمام. التزمي، لكن انت ممكن تعمليها بتمانية بعشرة، براحتك مش قانون يعني. يلا ما بين الاتنين يلا حلوين ها، هاجي هعمل عمود بلف تمام يلا ها، وهاخد لفة وهنزل تحت واقول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هاجي من مكان ما طلعت اهو وهسحب وخليها حلقة معايا وعدي منهم كلهم واحبسها واديها ايه؟ سلسلة. بصوا بدأت تبان ازاي. يلا ها، ما بين الاتنين هادخل وهعمل عمود بلفة، وهاجي على العمود وهسحب واقول واحد، لفة وهنزل تحت العمود وهقول اتنين، لفة. الله يخليك، شكرا شكرا يا قلب دودو، شكرا، تعيش يا قمر. لفة والاربعة، لفة واقول خمسة. ان شاء الله هنزلها لكم ان شاء الله. وهاجي ما بين الاتنين وهسحب الخيط وعدي منهم كلهم بصوا واحبسها واديها سلسلة. يلا ها، ما بين الاتنين هسحب وهعمل عمود واحد بس بلفة، وهاخد لفة ايوة ايوة، بس مش من عندي يا جماعة، مش من عندي ضعيف، هاخد لفة على الابرة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. تعيشي يا حبيبة قلبي، وهسحب
وهاخدها معايا على الإبرة وعدي منهم كلهم، هقفلها واديها ايه؟ سلسلة. يلا حلوين، ها لا مش هتبقى مربع، لا 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 مش هتبقى مربع، هتبقى ماشي يا ست زينب، ماشي خلصتي، ماشي خلاص تمام. لا مش هتبقى مربعة يا حبايبي، هتبقى مدورة زي ما هي. هاجي هنا هعمل عمود بلفة عادي خالص، وهاخد لفة وانزل تحت العمود وهقول واحد لفة، وتحت العمود وهقول اتنين لفة، وتحت العمود وهقول تلاتة لفة، وهقول اربعة لفة، وهقول خمسة. هاجي من بين البتلتين دول وهسحب خيط كمان وهعدي منهم كلهم، بصوا اهو، واحبسها واديها ايه؟ سلسلة. يلا ها، ما بين الاتنين هدخل وهعمل عمود واحد بلفة، لفة على الابرة وانزل تحت العمود واقول واحد لفة على الابرة، وهقول اتنين تلاتة أربعة خمسة، وهاجي من نفس ما طلعت وهسحب خيط وعدي منهم كلهم، بصوا واحبسها واديها ايه؟ سلسلة. يلا ما بين الاتنين هعمل عمود بلفة. في حد مش فاهم حاجة يا حبايب؟ ها في حد مش فاهم حاجة؟ لفة على الإبرة وانزل تحت العمود واقول واحد لفة، وهقول اتنين لفة، وهقول تلاتة لفة، وهقول أربعة لفة، وهقول خمسة، وهاجي ما بين الاتنين وهسحب الخيط وعدي منهم كلهم واقفلها واديها ايه؟ سلسلة. بصوا لفة معايا ازاي؟ تعيش يا حبيبتي تعيش يا هند، نوراني. يلا ها ما بين الاتنين اهو، وهدخل وهعمل عمود بلفة، هاجي وهقول واحد لفة على الإبرة وهنزل أقول اتنين لفة على الإبرة، وهقول تلاتة أربعة خمسة، وهاجي ما بينهم ما بين البتلتين مكان ما طلعت وهسحب خيط وعدي منهم كلهم واقفلها اديها سلسلة. ها ما بين الاتنين، يلا شوفوا احنا تكرار بقى اهو، وهنزل تحت العمود وهقول واحد، هاخد لفة وانزل تحت العمود وهقول اتنين تلاتة اربعة خمسة، يلا ما بين البتلتين وهنزل لنفس المكان وهسحب الخيط وهعدي منهم ايه؟ كلهم، واقفلها هديها سلسلاية. يلا اللي بعدها لغاية كده واضحة يا جماعة؟ عمود بلفة عادي خالص اهو. حد خلص قبل مني؟ واحد طبعا زينب خلصت ومشمشة، اتنين تلاتة، وعليكم السلام يا ام محمد، يا اهلا يا اهلا، اربعة من نفس المكان سلسلة. يلا اللي بعدها، ها عمود بلفة لغاية كده. في حد مش فاهم حاجة يا جماعة؟ عمود هاخد لفة وانزل واقول واحد لفة، واقول اتنين لفة، واقول تلاتة لفة، واقول اربعة لفة، واقول ايه؟ خمسة. هاجي ما بين المكان اللي انا طلعت منه هسحب حلقة وعدي منهم كلهم واقفلها اديها ايه؟ سلسلة واحدة بس. حاضر من عيوني، انا عملت حاجات كتيرة تنفع مفرش، زي ممكن الورد ده ينفع مفرش ونشبكه. لا يا ام محمد لسه ما جاش برد، بس انا بعمل علشان الشتاء. وبعدين هاخد لفة وهنزل تحت العمود، لفة اتنين تلاتة اربعة، يا جماعة ممكن تعمليها بخيط رفيع زي دي، اربعة، هاخد لفة وهنزل هقول خمسة، يلا على اخر واحدة وهسحب الخيط وعدي منهم كلهم واقفلها واديها ايه؟ سلسلة. يلا ها ما بين الاتنين عمود واحد،
يا هدى، ارحبي يا هدهد. 1 2 3 4 5 وانزل لمكان ما طلعت واخدهم كلهم مرة واحدة واحبسها واديها ايه سلسلة. يلا ها هطلع واعمل عمود بلفة. حد خلص قبل مني؟ هقول 1 2 حد خلص قبل مني؟ 2 3 4 5 هاجي تاني هنا وهسحب وهعدي منهم كلهم واقفلها واديها سلسلة. يلا اللي بعدها هدخل وهعمل عمود واحد بس بلف، وهاجي هنا وهقول 1 2 3 4 5 وهاجي اسحب من مكان ما طلعت وعدي منهم كلهم واقفلها واديها ايه سلسلة. يلا انا اخر واحدة اهي يا جماعة، اخر واحدة بعمل عمود بلفة عادي خالص. هاخد لفة على الابرة وانزل تحت العمود وهقول 1 لفة وانزل تحت العمود وهقول 2 لفة وهقول 3 لفة وهقول 4 لفة وهقول 5 وهاجي ما بين من تحت كده وهسحب واحدة وعدي منهم كلهم واحبسها واديها سلسلة. وهاجي هنا انا هستنى كل الحبايب خلصت زيي. رأيكم يا جماعة في الابداع؟ رأيكم كل واحدة تقول ابداعها ايه؟ رأيكم انا خلصت مستنية كلكم تكونوا خلصتوا زيي، ايه رأيكم؟ رأيكم حلوين ها؟ مين خلص عشان نقفل مع بعض؟